ما من بينها التقرير الشامل والوافي ديال وضعية قطاع صناعة التقليدية بالإقليم، إكراهاته، الحلول، الاقتراحات اللي كيقترحوها داخل هذا التقرير بالنسبة لهذا القطاع وما يعيقه داخل هذا الإقليم، كذلك بالنسبة للتصويت بالمصادقة على مالية 2020 بإجماع، اتفاقية شراكة ما بين الغرفة ومجلس جهة سوسمسة تم المصادقة عليها بإجماع، تم كذلك اتفاقية مع المكتب الوطني للتكوين وإنعاش الشغل تم الصادق عليها بالإجماع. يعني عدة نقط مهمة اللي كتهم هذا الإقليم أولا ديال اشتكيت بها، وبالخصوص الإكراهات اللي كيعقى هو التمثيلية الإدارية داخل هذا الإقليم وفرع للغرفة داخل هذا الإقليم، هذا هو اللي في النية ديالنا إن شاء الله باش نعملوا عليه في القريب العاجل، باش حتى إقليم شتوكا شاسع غني كيزخر بعدة حرف ديال الصناعة التقليدية، لازم تكون تمثيلية إدارية ولو على الأقل تمثيلية ديال الغرفة داخل هذا الإقليم. هذو من بين النقط الأساسية اللي طرقنا لها بالنظام وبالحوار الجاد وبالحوار الشامل، وهذا هو اللي كنهدفوا له دائما داخل الغرفة ونعملوا عليه. وكنشكروا وسائل الإعلام اللي واكبت هذا الدورة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، وشكرا.